طاقتكم لهذه القراءة. أنا أرى في هذه البطاقة بأن شخص هناك شخص منكم قد كان في علاقة أتعبته وأخذت من وقته الكثير، وهو الآن قرر أن يترك هذه العلاقة ويذهب في طريقه ويرحل بعيدا بكل هدوء. ربما كان الشخص هذا قد أتعبك جدا، هذا الحبيب، أو ربما أنت وجدت بأن هذا الطريق مع هذا الشخص لا يناسبك. احتمال بأنك وجدت طرق أخرى، مشاكل عندك لا تناسب مع هذا الشخص، وجدته أنه غير مناسب في هذه الفترة، أو بأنه كانت خلافات بينكما في هذه الفترة وأنت قررت الابتعاد عن هذه العلاقة وتركه بكل هدوء بدون مشاكل. فأنت شخص بطبعك لا تحب المشاكل أبدا، برج الثور معروف عنه هكذا. أنت ترى الحبيب بأنه احتمال أنه قد عمل معك مشكلة، بأنه قد أثقل عليك، قد طلب منك مطالب كثيرة وأنت لا تقدر عليها، أو ربما تراه بأنه متعب في حياته، ربما تراه مسؤول عن عائلة، عن أولاد أو عن أب وأم وأخوة، ولا يقدر على المصاريف ولا يقدر على أعباء الحياة أكثر، وأنت وجدته غير مناسب لك، لأن بطبعك أنت تحب الرفاهية وتحب العيش الثري الهادئ الذي يحتوي على أموال، وبطبعه برج الثور هكذا طبعه، يحب العمل ويحب الأموال ويحب الحياة الرفاهية، وهذا الشخص أنت تراه ليس هو الشخص المناسب. أنت هكذا تراه، ولكن هو ليس بهذا الشيء الذي أنت تراه. هو إنسان، أولا إنسان جدا جميل وملفت للنظر، وهو إنسان طيب القلب لدرجة كبيرة، وإنسان عملي وصادق ويعمل بكل اجتهاد، يستطيع أن يعمل ما لا يعمله الآخرين، يستطيع أن يقدم لك الحب، المال، العمل، كل شيء. هذا الشخص قوي، عنده نفوذ عنده، لكن احتمال بأنه لم يعطك هذا، وأنت شعرت بأنه لم يعطك هذا الشيء الذي أنت تتمناه، لذلك أنت ابتعدت عن هذا الشخص، أو ربما تراه، ربما أقول ربما تراه بأنه قد أتعبك بأسحار بعمل ما، ربما، أنا لا أقول، كلما أقول شيء تقول لي بعض التعليقات، تأتيني بعض التعليقات، أنا لم أعمل شيء. أنا أعزائي أقول ما يظهر لي في هذه البطاقات، أشرح كل الاحتمالات الموجودة، وأنتم خذوا ما يناسبكم من هذه البطاقات. هو شخص جريء، كلامه واضح، كلامه على لسانه، لا يخاف من أحد، إذا جرح أو أراد أن يقول شيء يقول له بكل صراحة وبدون أن يحسب حساب للطرف الآخر، تنجرح مشاعره أو يؤذي أحد بكلامه، لا يهمه، هو يقول بكل صراحة، وهو إنسان قوي مسيطر على نفسه ومتماسك ومسيطر على عواطفه أيضا. طاقتك لهذه القراءة، أنت شخص هنا تحب البدايات الجديدة، أو في هذه الطاقة في هذه الفترة أنت تحب البدايات الجديدة، تحب اللهو والمرح، لا تحب الارتباط في علاقة جدية، تحب أن تدخل وتخرج لهذه العلاقة أو لأي علاقة وأنت مرتاح، لا تحب التقييد، أو ربما أنت في هذه الفترة تريد السفر، أو ربما أنت داخل في دراسة جديدة وفي عمل جديد وأنت الآن في طاقة بدايات جديدة،
ربما في هذه العلاقة، ربما في حياتك بشكل عام، أنت في بدايات جديدة. طاقة هذا الشخص هو محتار بين أمرين، هو محتار بينك وبين شخص آخر، أو بينك وبين أمر آخر، أو ربما هو في سفر، أو ربما أنت وهو، أنت تريد أن تسافر أيضا، ربما ترى بأن هذا الشخص مسافر وأنت تريد السفر، ربما كنت قد ابتعدت عنه لهذا الشخص وربما تريد أن تسافر إليه مرة أخرى، أنت من بلد وهو من بلد، هذا الشخص غريب عنك بالجنسية. إذا هذا الشخص محتار بينك وبين أمر ثاني، هو رجل ناجح جدا، عنده أعمال، وإنسان متعلم، يعمل كثيرا أعماله في الإنترنت أو أعماله في السفر، عنده أعمال تجارية، أعمال أي أعمال، ولكنه إنسان ناجح في حياته، وهو لم يأخذ القرار بعد إن كان يريد أن يتمسك بك أو يتخلى عنك، فهو محتار الآن، وهو يظهر لنا في الطاقة العامة بموقع القوة، بموقع السيطرة، هو ما زال مسيطر على نفسه وعلى عواطفه حتى الآن. مشاعرك باتجاه الحبيب، أنت خائف، ربما أنت خائف من هذا الشخص، ربما كما قلت أنت خائف منه لأنه قد شككت بأنه يعمل سحر معين، أو بأنك أنت لم تعد تثق به لهذا الشخص، ربما حصل بينكم أمر ما أتعبك منه وقررت الابتعاد، وأنت لم تعد تثق بهذا الشخص، أو ربما هذا الشخص قد سبب لك، أو أنت احتمال أنت لوحدك، يعني من أشخاص آخرين، أنت تشعر في هذه الفترة بأنك ممكن مريض، ممكن نفسيتك متعبة، أنت ممكن تكون قد خرجت من مرض أو من مشفى أو من سجن، وأنت الآن في غاية التعب والإرهاق. مشاعر الحبيب بالنسبة لك هو كما قلت هو في وضع اختيار، هو في وضع اختيار هنا بينك وبين شخص آخر، ولكنه هو يفكر بك كثيرا هذا الشخص، وصحيح بأنه متباعد عنك ولكنه يفكر بك، لم ينسك، هو يفكر بك، يختارك أم يختار شيئا آخر، وهو كما قلت هذا الشخص متباعد، وربما متباعد بالبلد بالمكان أيضا، هو يراك شيئا جميلا في حياته، هو يراك السعادة الكاملة التي يتمنى أن يعيشها معك، هو يراك الأسرة والعائلة والأولاد، يرى يحب أن يكون معك في زواج هذا الشخص. نوايا هذا الشخص، الخطوة القادمة، هذا الشخص يحب أن يكون معك، سيكون معك أو سيكون معك في هذه الفترة القادمة بشكل غير جدي. هذا الشخص، هذه البطاقة تظهر لنا بأن هذه الملكة ليست هي الملكة، هذه الملكة إنسانة لعوبة، تحب الدخول والخروج بالعلاقات، والعلاقات العابرة، والعلاقات بأنها وبالرغم من هذا هي صاحبة قرارات، ولكنها هذه الامرأة هي إنسانة جميلة جدا وملفتة للنظر، وجميع الأشخاص من الطرف الآخر من الجنس الآخر ليست بالضرورة أن تكون امرأة، ممكن أن يكون هذا رجل. إذا هذا الحبيب هو صاحب قرارات حاسمة، ولكنه يريد أن يكون معك، أتوقع بأنه يريد أن يكون معك، ولكنه ليس بشكل جدي سيكون معك، ليس بقصد زواج، هو كما قلت هو يراك الإنسان المناسب الذي يتمنى أن يكون معك، ولكنه في هذه الفترة لا يريد أن يتقيد معك أيضا، وأيضا أنت لا تحب التقييد أيضا، وأنت تريد هكذا، وهو لا يريد أن يتقيد معك بعلاقة جدية، هو يحبك ويتمنى أن يكون معك،
في زواج، ولكن احتمال بأن هذا الوقت أو لم يصل إلى قناعة كاملة بأنك أنت الشخص المناسب له. هو يراك العائلة والأسرة السعيدة التي يتمنى أن يكون معها، ولكن في هذه الفترة سيبتعد قليلا ويحاول أن يكون فقط في علاقة كأنك تتعرف عليه من أول وجديد. احتمال بأنك ستظهر، سيأتي إليك هذا الشخص ويقدم لك العرض، وهذه هي الخطوة القادمة. سيقدم لك عرض مادي، عرض عاطفي، بداية جديدة. هو يريد معك بداية جديدة، يريد أن يحل المشاكل الماضية بينكما إذا حصلت بينكما مشاكل، يريد أن ينسى كل شيء وتبدأان من جديد وكأنكما تعرفتما على بعض من جديد. وهذه البطاقة تقول لنا شهر عسل، احتمال بأنكما ستخرجان بنزهة، برحلة إلى مكان تكونان به مع بعض، وهذه هي خطوته القادمة. أما مصير هذه العلاقة، لا يوجد حب في هذه الفترة. هو أو أنت في هذه الفترة قد جرحتم من بعضكم، ربما هو تكلم معك بطريقة قاسية وأنت متأثر جدا. هو يريد معك بداية ويريد أن يعطي لك فرصة لهذه العلاقة ويقدم لك عرض، ولكنك أنت من المحتمل أن تكون أنت، لأنك أنت ظهرت لنا في الطاقة العامة بأنك أنت الذي ابتعدت عنه. ربما أنت ترفض هذا الحب في هذه الفترة. مشاعر، ليس بالضرورة رجوع، ممكن أن ترجعوا إلى بعض، ولكن لا يوجد بينكما المشاعر السابقة التي كانت بينكم. هناك هذه العلاقة متأثرة بشيء ما قد حصل معكم في السابق، بأشياء ماضية متراكمة ما زالت تؤثر على نفسيتك أو نفسيته، ولكن الرجوع وارد في هذه الفترة. تقول لك هذه البطاقة، نصيحتك لهذه القراءة، أن تتخلى عن العصبية. وإذا كان عندك إدمان لشيء ما، فمن المطلوب منك أن تتخلى عن هذا الإدمان، أن تخرج من حالة الإدمان. ربما كما قلت إدمان جنسي، إدمان عاطفي، إدمان كحول، إدمان نوم، إدمان تلفاز، إدمان سجائر، إدمان سهر كثير. هذه هي الإدمانات، وهذا يؤثر على حياتك العاطفية، وربما أنت تغضب بسرعة أو ردة فعلك تكون عنيفة. تقول لك هذه البطاقة، تخلى عن هذا الأمر لكي تمشي العلاقة إذا كنت مستعد لبداية جديدة مع هذا الشخص. فهذه البطاقة تقول لك خلي عقلك منفتح، لا تتصرف بشكل عصبي، كن مرن. هذه البطاقة تقول لك كن مرن. وإذا كانت عندك أخطاء سابقة قد قمت بها مع هذا الشخص، قم بإصلاحها ولا تعيدها مرة أخرى. وتقول لك هذه البطاقة تنصحك بالتعبير عن نفسك أكثر، وكن جريئا، لا تكون كتوما مع هذا الشخص، كن جريئا وعبر عن نفسك إذا كنت تحبه أو إذا كانت في مشاعر غضب بينكما، أي شيء يزعجك من هذا الشخص. تقول لك هذه البطاقة، عبر عن رأيك، لأنه هو بطبعه في هذه البطاقات ظهر لنا بأنه هو إنسان جدا جريء، يعبر عن نفسه بطريقة جميلة، ولكنك أنت الذي لا تعبر عن نفسك وأنت لا تحب الكلام الكثير. شكرا لكم أصدقائي على هذه المشاهدة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم.